My dear student, how are you all? I wish you all fine. Today, inshallah, we want to learn some vocabulary from page 76. كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله كل حياتكم بخير. اليوم إن شاء الله رح نتعلم بعض المفردات المهمة كتير من صفحة 76 من student book. عشان هيك يا أمورين افتحوا كتابكم صفحة 76 من student book. خلينا نبلش بـ number one. Number one خلينا نشوفه. Number one, horse. إذن نشوف لفظها horse. هاي نلفظها مع بعض horse. Horse يمس يعني حصان. Horse يعني حصان. خلينا نحط دائرة على الحصان يمس. تمام؟ إذن horse حصان. Horse حصان. إذن number one اللي هي حصان. تمام يمس؟ خلينا نروح لنمبر two. Number two. Stable. تمام يا مس، خلينا نروح على stable نحكي عنها شوي. يا مس stable بدنا نركز فيها منيح. هلا stable هون هي جاية إنه معناها ثابت. تمام؟ stable هون جاية إنه معناها ثابت اللي هو number two. نطلع كيف إنه هم قصدهم ثابت، يعني ثابت يعني ما بوقع. هاي يا مس معناها ثابت إذا كانت صفة. إذا كانت صفة بيكون معناها ثابت. تمام يا مس؟ إذا كانت صفة، إذا أجت بناء على إنها صفة بيكون معناها ثابت. أما يا مس إذا أجت اسم، أما يا مس إذا أجت اسم بيكون معناها استبل، اللي هو محل ما بيكون عايش الحصان، محل ما بيكون عايش الحصان. إذا يا مس إذا كانت صفة معناها ثابت أو راسخ، أما إذا أجت بناء على إنها اسم بيكون معناها استبل. إذا أجت بناء على إنها فعل بيكون إنه دخل الاستبل، دخل الاستبل، إن هو دخل الاستبل. تمام يا مس؟ هذا بالنسبة لاستبل. إذا إلها ثلاث معاني: صفة بتكون معناها راسخ أو ثابت، اسم بيكون معناها يا مس استبل، فعل بيكون معناها دخل الاستبل أو دخل اللي هي الاستبل. خلينا نشوف يا مس نمبر 3. نمبر 3 بارن. نمبر 3 يا مس اللي هي بارن، اللي هو الاستبل اللي بعيش فيه الحصان، هو المعنى الرئيسي له استبل، محل ما بعيش الحصان. لاحظ الحصان وين موجود؟ داخل الاستبل، إذا داخل البارن. تمام. نمبر 4 يا مس أكيد كنا بنعرفه. نمبر 4 chicken. تشيكن يا مس، تشيكن ناكل تشيكن، احنا منوصي من برا على تشيكن، هذا الاشي معروف. تشيكن دجاج يا مس، اذا تشيكن دجاج. نمبر 5. نمبر 5 goat. تمام. نمبر 5 يا مس goat اللي هو الماعز. نمبر 5 goat. اذا يا مس نرجع مع بعض نحفظه: goat goat. 4 chicken، 5 goat. نمبر 6 يا مس. نمبر 6 cow. نمبر 6 يا مس cow، وحكينا عنها وخلينا ولعبنا فيها لعبة، فإذا حكينا عنها. نمبر 6 cow اللي هي بقرة. نمبر 7. نمبر 7 grass. تمام يا مس. هلا grass بالنسبة لجراس يا مس معناها اللي هو عشب. شو يا مس معناها؟ عشب. تمام يا مس، العشب. تمام معناها يا مس عشب. إذا يا مس خلينا نكمل. إذا رقم اللي هو number 7 اللي هو grass اللي هو عشب. خلينا نشوف يا مس number 8. number 8 number 8 cat. إذا يا مس number 8 cat برضو لعبنا فيها هي والكاو، عارفينهن. cat يعني قطة، cat يعني قطة. خلنا عدلكوا إياهم سريعا. number 1 horse. horse يعني حصان. number 2 stable، حكينا إذا كانت صفة بيكون معناها ثابت وراسخ، إذا كانت اسم بيكون معناها استبل، وإذا كانت فعل يامس بيكون معناها دخل الاستبل. تمام. number 3 barn اللي هي الاستبل، محل ما بعيش يامس الحصان. number 4 chicken دجاج. number 5 goat ماعز. number 6 cow بقرة. number 7 grass اللي هو عشب. number 8 اللي هو يامس القطة. تمام يامس، خلينا نوريكم اياهم مكتوبين ونعيدهم لآخر مرة. تمام يا مس، خلنا نعيدهم بسرعة. horse حصان، stable حكينا إذا كانت صفة معناها ثابت، إذا كانت اسم معناها استبل، إذا كانت فعل معناها دخل الاستبل. barn استبل، محل ما بيعيش الحصان. chicken دجاج. goat ماعز. cow بقرة. grass عشب. cat
قطة. يعطيكم ألف عافية يا أول، وبتمنى إنكم تحفظوهم منيح كتير لأنهم يا مسيا مهمين جدا جدا جدا، وإن شاء الله في الحصة القادمة رح نرجع نرجعهم بطريقة أسهل مشان نحفظهم أكتر. باي باي، have a good day.